دخل عبد الله بن حكيم على أبيه رضي الله عنه وقال: يا أبتي أنت مريض مرهق، كان فيه حمرة مرض شديد عليه، قال: أنا تعلق تميمة؟ فقال له كلمة عظيمة، قال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم له. لماذا نهى الشرع عن تعليق التمائم؟ المسألة يا أخواني ليست اعتباط. عندما تضع تميمة حتى ولو كان فيها قرآن، قلبك سيتعلق بها هي، في ظنك أن هذا الحجاب وهذه التميمة هي التي تحميك، ولذلك تتعلق فيها تعلقا شديدا، ولو أحد أراد أن يأخذها منك تغضب وتزعل، وفي كل مكان تضعها تحت يسادتك، في رقبتك، في يدك. هذا هنا التوكل لم يصلح، لم يعد على الله عز وجل، وإنما على هذه الخرقة التي لا تنفع ولا تضر. ولذلك يا إخواني هذه الحكمة من منع التمائم، لكي لا تتعلق القلوب بغير الله، ولكي لا يعني لا نحيل الحفظ من 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 المصائب على خرق أو على تمائم. حصنوا توحيدكم يا إخواني، انتبهوا شيء يخدش بالشرك، هذا شرك أصغر إذا علقتها، أما إذا اعتقدت أنها هي الحامية هنا مصيبة، الشرك الأكبر. فنسأل الله يا إخوانا أن يحمي ديننا، انتبهوا، بارك الله فيكم.